قال ويسن أيضا تأخير سحور. الدليل على ذلك حديث زيد بن ثابت الثابت الصحيح أنهم قالوا سحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فلما سئل كم كان بين سحوركم وبين الصلاة قال مقدار 50 آية، فدل على أن تأخير السحور سنة. أما حديث ما تزال أمتي بخير ما عجل الفطر صحيح الصحيح، وأخر السحور زيادة وأخر السحور فضعيفة لا يصح الاستدلال بها، لكن حديث زيد بن ثابت وغيره من الأحاديث تدل على ذلك، مثله حديث أنس. انظر هنا عندي كلمة السحور تشمل أمرين، الأكلة وتشمل الوقت، تشمل الأكلة وتشمل الوقت. أما الأكلة فإنه يستحب أكل أي طعام، يستحب أكل أي طعام، قالوا ولو شربة من ماء، ولو أن تشرب شربة ماء. والفائدة من هذه الأكلة أكلة السحور أمران، الأمر الأول أن فيها تبييتا أو إظهارا للسنة، قبل كل شيء إظهار السنة امتثال أمر الله عز وجل، والأمر الثاني أن فيها تبييت النية. وذلك قلنا بالأمس أو في الدرس الماضي إن صور النية هو أكلة السحر، أكلة السحور، هذه أكلة السحور. طيب إذن عرفنا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو قلنا عرفنا السبب هو قلنا امتثال السنة، ولأن فيه تبييتا للنية، ولأن فيها تقوية للصائم على صومه، هذا الأمر الثالث، فيها تقوية للصائم. إذن عرفنا الأمر الأول. الأمر الثاني الشيخ قال وأكلة السحور أو وتأخير سحور، ما الفرق بين السحور والسحور؟ السحور هو الفعل والسحور الأكل، مثل ما قلنا في الوضوء والوضوء، فإذا كانت بالفتحة فهي الأكلة التي تؤكل، وإذا كانت بالضمة فهي الفعل. إذن يستحب تأخير الأكلة، تأخير الأكل، فأن يكون مؤخرا، ولا يسمى هذا الفعل سحورا أو سحورا، لا يسمى الطعام سحورا إلا إذا كان في وقت السحر، أي في آخر الليل في وقت السحر. ولذلك نقول إن من السنة أكلها في السحر، بل السنة أن يكون في آخر السحر. إذن أمره لو أن امرأة أراد أن يأكل في أول الليل نقول هذه ليست أكلة السحر، هذه أكلة ليل، لابد أن تكون في السحر آخر الليل، الثلث الأخير من الليل هي تسمى سحرا، وبعضهم يجعل له قيدا من حيث بعض الأوصاف. إذن المقصود الوقت، ما قبل في أول الليل لا يسمى أكلة سحور مطلقا، يسمى عشاء، سميه ما شئت. قال وتعجيل فطر، الحديث سهل بن سعد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. قال وأن يكون على رطب، أي ويستحب أن يأكل على رطب، لحديث أنس رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد احتسى حسوات من ماء صلوات الله وسلامه عليه. فالرطب هو المستحب والامتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال على رطب، فإن عدم عدم لم يكن أمامه أو ليس هذا وقته، ليس كان يكون في الشتاء، فتمر. والفرق بين الرطب والتمر واضح، التمر الرطب هو الناضج الذي ما زال على هيئته، وأما التمر فهو المكنوز، سواء كان مكنوزا مرصوصا أو جعل من باب الحفظ على شكل بيس ونحو ذلك. قال فإن عدم فماء، إن لم يجد الثين فيبتدئ بالماء، ثم إن شاء أن يأكل بعدها فليأكل ما شاء. طيب فإن عدم الماء، فإن عدم الماء قبل النية يفطر بما شاء، شوربة مثلا، سمبوسة، طبعا سمبوسة هذه لازم في رمضان يا شيخ سمبوسة مثلا، إذن عصير، لكن ابدأ بالماء، إن لم تجد تمرا فابدأ بالماء، فإن لم يجد ما يأكل ما رأيكم؟ بالنية نقول لا، الصحيح أنه لا نية هنا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس أفطر الصائم، لا تحتاج إلى نية، من حين تغرب الشمس فأنت مفطر من غير نية، وإنما قال بعض الفقهاء النية، أنت ما تحتاج إلى نية خلاص أفطرت، حتى لو أنت نائم أنت مفطر، حتى لو كنت لماذا قالوا النية هنا؟ قالوا لكي لا يكون المرء مشابها لأهل البدع، تعرفون بعض أهل البدع من الروافض وغيرهم يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم في السماء، فيقولون على الأقل، لكن ليست لازمة، نحن أهل السنة جميعا ونعلم أن المسلم قال إذا غابت الشمس منها هنا أفطر الصائم، إذا مجرد غياب الشمس أنت مفطر، نويت أو لم تنوي. وبناء على ذلك لو أن امرأة غابت الشمس ولم ينوي الفطر قال لا أبغى أكمل
سنتكلم عن الوصال بعد قليل، قال أريد أن أواصل ثم أكل وهو ينوي الوصال، نقول صومك صحيح، وإن نويت قطع الوصال في أثناء الأكل. وضحت المسألة؟ طيب، قطع الوصال في أثناء